ما أعتقد أنه هو عبارة عن صراع سياسي. مشكلتنا إحنا الشيعة في المفهوم السياسي أنه ما جاي ننتقل من عقلية المعارض السياسي إلى الحاكم السياسي. الحاكم دائما يختلف، أكو مساحة ما بين الحاكم والمعارض. لحد الآن الشيعة سياسيا يركزون على مبدأ كلنا نعارض كلنا نحكم، لذلك هذا تيه أحمد. زين، بعد نتائج الانتخابات كان واضح جدا الفرق الكبير بين التيار الصدري وبين الفتح تحديدا، ومفاجأة أخرى هو الحجم اللي أخذه والمساحة اللي أخذتها دولة القانون إلى الأمام. الآن أكو شيء اسمه إطار استراتيجي، لحد الآن ماكو بوادر لتحول إلى تحالف في ظل هكذا معادلة. الصدر فايز يقول شعاره رئاسة وزراء إليه إطار استراتيجي، وإن إذا تجمع مقاعدهم قد يصلون إلى عدد مقاعد تيار صدري، بس ماكو تحالف. الإطار الاستراتيجي شو يريد وش يقدر يسوي في ظل هذه المعادلة؟ أنا تقييمي أول، هو مو إطار استراتيجي، هو إطار تنسيقي. لو كان إطار استراتيجي لو كان إطار استراتيجي كان استراتيجية مالتك أنت خص مالتك كان ما وصلنا إطار تنسيقي كان ما وصلنا لهذا المأزق حقيقة. أستاذ أحمد، مشكلتنا إحنا في الإطار التنسيقي من 2010 لحد الآن، هذا الإطار يجتمع فقط لما تكون هناك مشكلة أو مصيبة، ويحاول دائما أن يبعد الفائز عن موقع الفوز مالته. بدأها بأياد علاوي تفسير المحكمة الاتحادية، ثم أجينا ب 2014 وأنت تعرف القصة مع الإبعاد المالكي، السيد المالكي مخوش بشار الصدري اللي نجح في كل مرة بإبعاد الفائز، ثم أجينا 2018 وإبعاد الفائز والمنتصر السيد العبادي، وأتينا بشخصية يعني صورية للقيادة.